الاستقالة من أخطر الأشياء اللي بتقابلنا في نظام العمل وفي عقود العمال، وبتجيب مشاكل كتير جدا سواء للعامل أو لصاحب العمل. تعالوا الأول نعرف الاستقالة نظام العمل تطرق ليها في إيه؟ نظام العمل ما وضحش أي شيء في موضوع الاستقالة سوى الاستقالة في حالة مكافأة نهاية الخدمة، سواء التلت والتلتين وباقي مكافأة نهاية الخدمة. بس الآن إحنا دلوقتي عندنا حالة من الحالات المنتشرة بشكل كبير جدا في المحاكم. لو أنا عامل عايز أفسخ العقد وأقدم استقالتي، قدمت استقالتي وصاحب العمل ما ردش عليا ولا قال لي أنا موافق أو قبلت استقالتك أو رفض. في كل الحالتين ما جاوبنيش ولا رد عليا، اعمل ايه؟ في الحاله دي من الحالات اللي بيكون فيها التفسير متشابك، وقد يفسرها قاضي على انها فسخ من جانب العامل، وبالتالي يعتبر فسخ لسبب غير مشروع لانك نهيت العقد قبل نهايه مدته بدون اسباب مشروعه حسب الماده 81 من نظام العمل. تمام؟ او يعتبرها القاضي ان طالما صاحب العمل يعني قبل الاستقالة أو أخذ الاستقالة منك حتى لو لم يرد عليها، فبيعتبر إن ده قبول منه وإلا كان رفض الاستقالة. تمام؟ في كل الأحوال الاستقالة شيء خطير جدا، وتعتبر يعني بنسبة كبيرة جدا فسخ من جانب طرف واحد اللي هو العامل اللي تقدم بالاستقالة. فلازم تعرف كويس قوي عقدك فيه مبلغ تعويض ايه، علشان ده اللي هتتعرض ليه انك هتدفعه نظير ان انت قدمت استقالة من العمل. فلو حابب انك تنهي العقد، الافضل ليك بدل ما تقدم استقالة ان انت تحاول تتفاوض مع صاحب العمل وتعملوا انتوا الاتنين اتفاقية انهاء عقد عمل بالتراضي بين الطرفين.